الجهة جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الثالث انطلاقة موفقة باستثناء رقم 3 تأخر بعض الشيء في شوط للخيل المهجنة الأصيلة، تكافؤ الدرجة الخامسة ولمسافة 1200 متر بمشاركة 10 جيات في هذا الشوط. نشاهد الصدارة والمركز الأول من خلال رقم 2 كايدوك مع المدرب رامي سعيد المالكي، ملك السادة مربط الزعيم والخيال سوريشا باتل، والمركز الثاني في تقدم من الجهة الخارجية لعنيزة، كما نشاهد رقم 5 من تدريب أيضا إبراهيم المالكي ملك السادة مربط شرق، وتوماس لوكس هو الخيال أيضا محاولات في المركز الثالث على ما يبدو لي من خلال تفروك، ولكن التقدم الآن من وسط الجياد نشاهد أوتا نايت مع أبو عمر من الجهة الخارجية. الجياد عند الانعطاف الأخير هنا الخط المستقيم ومحاولات التقدم مستمرة لجميع الجياد للمراكز الأولى، هو تنايت مع أبو عمر إلى المركز الثالث محاولة، ولكن المركز الأول مع كيدك مع أبو سعيد ومن وسط الجياد، ولا التحركات الجميلة من عنيزة، ثلاثة جياد في المقدمة، منافسة شرسة بين ثلاثة جياد رقم 2 كيدك وأيضا عنيزة، عنيزة إلى المركز الأول والصدارة، وهنا الشوط من خلال عنيزة إلى المركز الأول، شوط جميل ممتع. إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين للشوط الثالث، نشاهد الصدارة لرقم 5 عنيزة مع المدرب رامي سعيد المالكي ملك السادة مربط شرق والخيال توماس لوكسي. المركز الثاني رقم 2 كايدوك مع المدرب أيضا إبراهيم سعيد المالكي ملك السادة مربط الزعيم والخيال تربور سوريش باتل. ثالثا رقم 8 في هذا الشوط من خلال أوت أنايتا المدرب والمالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال إيفاروسي. والمركز الرابع أيضا لبو عمر من خلال إزر إذا رقم 1 والخيال إستيبان مازور، بينما المركز الخامس رقم 3 في هذا الشوط هنغري فور فاشن من تدريب جاسم الغزالي ملك السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري والخيال جيبي جامبر. المبروك الفوز في هذا الشوط، وأنا أنتظر بقية أشواط هذه الأمسية، فكل التوفيق للجميع.